محافظات مصر شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث المختلفة، أبرزها تسليم درجات المرحلة الرابعة لمبادرة درجتك صحتك بالدأهلية، وأيضاً الكشف وتوفير العلاج ل 1544 مواطن في قافلة مجانية بأسيوط. كمان منعنا 17 رحلة طيران سياحي بتصل مرسى علم وقادمة من أوروبا، وافتتاح 6 مساجد جديدة في نطاق مراكز بالبحيرة. أخبار تانية نستعرضها مع حضراتكم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار، أبرزها أن مديرية الشباب والرياضة بالدأهلية أعلنت تسليم درجات المرحلة الرابعة من الدفعة الثالثة لمبادرة درجتك صحتك. بتهدف المبادرة لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات للمساعدة في تقليل الكثافات المرورية وجعل ممارسة رياضة الدراجات أسلوب حياة لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدامه للحفاظ على البيئة، بالإضافة للفوائد اللي بتعود على صحة الفرد وتحسين الحالة العامة والصحية واللياقة البدنية للفرد. أكدت محافظة أسيوط أنه تم إجراء الكشف وتوفير العلاج لعدد 1544 حالة خلال القافلة الطبية اللي نفذتها مديرية الصحة والسكان في قرية بني سميع بمركز أبو تيج ضمن خطة القوافل الطبية العلاجية اللي بتنفذها وزارة الصحة بالمحافظة شهرياً، واللي بتهدف لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. استقبل مطار مرسى علم الدولي 17 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 133 رحلة أسبوعية بتصل المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى أمس الجمعة، وبيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية المتبعة حتى وصولهم للفنادق المختلفة، وكشفت جداول الوصول لرحلات الطيران الدولية بمطار مرسى علم عن وصول 17 رحلة بينها 4 رحلات من ألمانيا و4 رحلات من دولة التشيك ورحلة من بولندا ورحلتين من إيطاليا ورحلة من هولندا ورحلتين من سويسرا ورحلة داخلية. افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة 6 مساجد جديدة بمراكز أبو حمص وأبو المطامير وشبرخيت ورشيد وكفر الدوار بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، وده في ضوء الدور الكبير اللي بتقوم بيه الدولة ووزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. أعلنت محافظة الغربية بدء أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع النحاس بحي أول طنطا اللي بيعد أحد أهم الشوارع الحيوية، وبيسهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية وتحقيق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب، خاصة إن الشارع بيخدم قطاع عريض من المواطنين وبيساهم في تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات لتسهيل الحركة المرورية. أكدت مديرية الصحة ببني سويف أن إجمالي عدد القوافل اللي تم تنظيمها بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 138 قافلة طبية متعددة التخصصات بمتوسط يزيد عن 20 قافلة في الشهر الواحد، استفاد من خدمتها 47996 مواطن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تسليم أكثر من 3770 نظارة طبية بالمجان. زار مدينة سان كاترين عدد من السائحين من مختلف دول العالم لزيارة مقدساتها الدينية والتاريخية لمشاهدة أيضاً شروق الشمس من أعلى قمة جبلية وزيارة منطقة التجلي الأعظم ودير سان كاترين ووديانها الملونة، وبلغ إجمالي الزوار في المدينة أمس الجمعة 469 سائح وزائر، من بينهم 169 زائر من المصريين، بالإضافة ل 300 سائح بيمثلوا أكثر من 15 دولة أوروبية وأسيوية.